بعض المشاكل اللي تخبط فيها قطاع النقل الطرقي بالنسبه للمشروع الجديد ديال الرونديفو، من بينها السائق المهني الا هو الرونديفو، لان هذا الرونديفو غير ملائم مع مدونه السير، لان لقينا مع عده مشاكل بالنسبه لهذا الرونديفو. هذا الناس الوقت اللي يكونوا داخلين هما شادين رونديفو، هما شرجعوا خارجين شادين طريق، تيولي عندهم مشاكل مع السويع المشار، يعني مدونه السير غير ملائمه مع الرونديفو. حنا تنطالبوا الوكاله والناس ديال وزاره الشغل ووزاره النقل الطرقي باش يحاولوا ينسقوا مع بعضياتهم ويحاولوا يديروا الحل المناسب، لا بالنسبه للسائق ولا بالنسبه للوكاله ولا بالنسبه للناس ديال وزاره التسعير، يعني مراقبه الطرق ولا جدرميه ولا التخبطات اللي ولا يعيش فيها رب العمل مع السائق. كاينه مشاكل تتصل حتى لسبعه العشيه تيقول لي رونديفو جاك مع السبعه غتخد غتشارجي مع السبعه للتسعود، من السبعه للتسعود غيقول لك غيورك على الكليان باش يخوي ليه. ولات مشاكل التنقلات الليليه، وكذلك بعد التعسفات من خلال من رجال الدرك ومراقبه الطرق. علاش؟ لان المشاكل اللي هي هذا الرونديفو اللي هو جا جديد وما راعوش ليه بالنسبه لمدونه السير، يعني ما غير ملائم معه، يعني لقات مشاكل. هما دابا خصو الا كان خارج من الميناء وغادي خارج شاد الطريق، راه السويع ديالو راه غيقدر يحبس في واحد البلاصه اللي وتا ارضيه الواقع ديال المباحث السلاح ما كاينينش، يعني هاد السيد ديما معرض للخطر مع مشاكل كثيره. بالنسبه للمخالفات ديال التعسفات ديال الميناء من رجال الامن من مضايقات ومخالفات التي لا تحصى، وحنا لازلنا في كوفيد في الازمه، يعني ازمه خانقه، يعني تنطلبوا من رجال الامن الناس المسؤولين باش يرفقوا على هاد الناس السائقين. وكذلك نطلبوا مدير النقل الطرقي نور الدين الديب بالرفق على الشاحنات البلاطو، ريتما نقادوا مدونه السير على السويع مع الرونديفو. هذا المشروع ترحبوا به، احنا مرحبا، لانه وطني وغيكون دولي وهو دولي ان شاء الله يكون، ولكن الا كانت هذه المشاكل وهذه المطالب اللي هي تستوفات الشروط مع المدونه السير مع المشاكل ديال مراقبه الطرق ومع جدرميه ومع داخل الميناء والولوج تندخلوا ليه تيدخل يشارجي ويخرج بدون مشاكل، مرحبا. حنا ترحبوا بالرونديفو وترحبوا بالوكاله بهذا المشروع اللي جات به جديد، وحنا تنتمناو غير المشاكل نتخطاوها.